كان لدينا لقاء مع السيد السوداني، وقدمنا له طلبات بمن خولنا من أخوتنا لم نمثل كل تشرين، خرجنا بمن مثلنا وسلمناه ملفات باليد. أقولها وأعيدها وأكررها لأكثر من مرة اليوم على أكثر من قناة تلفزيونية، أن السيد السوداني كان جادا في استلام الطلبات ونريده جادا في تنفيذها. اليوم إحنا لحد الآن منتظرين تنفيذ هذه الطلبات. إحنا اليوم ما نريد ناخذ مكانة، إحنا اليوم ما نريد شيء من هذه الحكومة، إحنا نريد حكومة تقدم شعب للمواطن، إحنا نريد حكومة همها على المواطن مو همها على الدول الجوار. إحنا نريد خيرنا إن البلدنا، إحنا ما عدنا شيء لا ويا السيد السوداني ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا نهائيا. إحنا نريد الكشف عن قتلة دم أخوتنا، إحنا نريد الجرحى مالتنا اللي آخرهم في تشرين وما قبلهم وما قبلهم وما قبلهم، نريد من ينهي معاناتهم ويستلم طلباتهم. إحنا اليوم يعز علينا أن نشوف متظاهر بالشارع ناس بخيمة وقاعد. يجب تشكيل لجنة خاصة من مكتب رئيس الوزراء للتفاوض مع المتظاهرين. وين نايمين بيا شارع ما أخلي بال. هو اليوم القائد العام للقوات المسلحة مسؤول عن العراقيين من زاخو الفاو. ما نريد اليوم شاب عراقي بات بالشارع يدز وفد من مكتبه وياخذ طلباتهم ويقولهم ولدي أخوتي أبنائي ارجعوا لبيوتكم، واللي يقدر عليه هو يسويه. اليوم اللي يطلع بالشارع مو ما عنده أهل، مو طالع من فراغ، مو مرتاح طلعت الشارع، ولكن طالع من ضيم، طالع من تراكمات مال عقدين من الزمن مال 20 سنة. هي هاي التراكمات اللي صارت برقبة السيد السوداني. اليوم السيد السوداني من تصدى للمسؤولية. دائما كنا احنا نقول نريد رئيس وزراء عراقي من داخل العراق. اليوم السيد رئيس الوزراء هو يمكن اول رئيس وزراء عراقي من داخل العراق، من العمارة، اهله بالعمارة، من هذا البلد، عايش معاناة هذا البلد. نعم. عايش انه والده انعدم وهو عمره 9 سنوات. اليوم السيد السوداني عليه ان يحس بمعاناة العراقيين. نعم. ويلتزم الشعب ويترك احزاب الشغل. نعم. بهذه الحالة سينجح السيد السوداني بإدارة الحكومة ويكسب رضا الشعب.